غادة، تحبي ابتدي معاكي منين رحلتنا؟ ابتدي معاكي من قبل النجومية ولا بعد النجومية الجامدة اللي بقيتي فيها دلوقتي؟ لا، قبل النجومية عشان الناس تحس، او ما انا اصاحبش الناس تحس، انا نفسي الناس تعرف انا قد ايه يعني تعبت، وان مفيش حاجة كده سهلة. لان في ساعات كده ناس بتقعد تفتكر ان احنا بين يوم وليله، وان احنا ممكن بعلاقات، او ان احنا بالجمال، او ان احنا بفلوسنا، كلام كده عبيط ساعات بقعد اقراه وبتضايق قوي، لانه بيقلل منا. ما فيش حاجه في الدنيا تضاهي الموهبه، وما فيش حاجه في الدنيا يعني انك تتعبي وتدوري وانك تجتهدي. الحاجات دي كلها ليها عامل كبير جدا طبعا. اولا واخيرا يعني النجاح ده بتاع ربنا، بس ربنا بيسهل الامور للبني ادم اللي بيتعب. لكن ما فيش حاجه بتيجي كده بين يوم وليله كده، يعني ما فيش حد بيجي يعني يبقى ماشي كده بيتمشى ومخرج يشوفه يقول له تعالى اعمل دور وبعدين يبقى طبعاً نجم. بتحصل زمان، كان بتحصل كتير جدا، وكان في افلام بيطلع فيها ناس بطولات لمره واحده ما نشوفهمش تاني. دي كانت بتحصل، ان هو يشوف شكله جان ولذيذ وممكن يجي منه فيجرب، جات منه بقى نجم. ما حصلش، خلاص بيدفن، ما بيظهرش تاني. لكن دلوقتي دي بتحصل بس قليل قوي، لان برضو احنا مش زي زمان. زمان كانت الفرص كتير، وكان بيعملوا نجوم ويصرفوا عليهم، وكان في صناعه نجم. لا دلوقتي لا، النجم هو اللي بيعمل نفسه طبعا، اولا ربنا. لكن هو لو ما كانش قاعد بيخطط لنفسه وبيجتهد وبيحاول ان هو يعني يعمل حاجه كويسه، لا يضيع في الرجلين. يعني طبعا انت ما بداتيش كده في يوم وليله، يعني طبعاً عندك مراحل في حياتك، وتعبتي وتحاربتي جامد جدا يعني. ما زلت لحد دلوقتي اكيد طبعا. يعني كان المرحله اللي هي قبل ما غادة عبد الرازق تحس بنجوميه، حسيتيها امتى؟ او حسيتي ان انت بقيتي دلوقتي كويسه، الناس بتكتب عنك حلو، عدد جواباتك زاد، معجبينك زادوا، لما بتمشي في الشارع بتلاقي ناس عارفاكي اكتر، حسيتي المرحله دي؟ كانت اولها لحاج متولي اول حاجه، ده حقيقه. دي نقله نجوم. كانت نقلتي وبشكل مهول. ثبتها بعد كده في التلفزيون بالذات، حاجات كتير جدا عملتها، محمود المصري، مسألة مبدأ. لأني لما اشتغلت بعد الحاج متولي كذا حاجة مع نجوم كبار ومخرجين كبار، ثبتني يعني كممثلة أو فنانة كويسة قوي في التلفزيون. السينما أنا شايفة طبعا العشق والهوى. خدت عليه جايزة، خدت عليه جايزة. يمكن انتوا ثلاث بنات والجايزة راحت لك انت يا غادة. اخدت جايزتين عنه فعلا، فده كان من هنا المخرجين حسوا بامكانياتك بقى كممثلة السينمائية. يعني انا انفع في السينما بقى، في السينما وتعملي ومن بعدها عملتي كذا فيلم، يعني ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يمكن دخلتي عشان تمثلي، لكن كنت تتوقعي ان انت ممثله جيده كده، وان يتقال عنك الكلام ده، وانك تاخدي جوائز في مهرجانات؟ ويمكن امبارح محمود عبد العزيز بسجل معاه، انت عامله يعني مشهد من غير كلام في الفيلم، الكل اتكلم عنك فيه. يعني ده برضو مش اي حق، مش يعني ما ينفعش ان مثلا. استاذ محمود قالها لي فعلا، قال لي الفنان مش بيتقال له دور، بيتقال له انت عملت مشهدك في الفيلم الفلاني، زي مشهدك كده في العشق والهوى انت واحمد السقا. فيعني تخيل بقى محمود عبد العزيز يقول جمله زي ديت، وبعدين مش بيقولها راجل ده ما بيجاملش. انا عاشرته في حاجات كتير جدا، وعاشرته في المسلسل، فعارفه لما بيتكلم وهو من جوه قلبه مقتنع، واللي هو يعني بيتكلم في اللطافه. يعني لا بجد، الفيلم كله انا شايفه ان الفيلم ده نقله، ده حقيقه. التصوير، الاخراج، الممثلين، الكواليتي بتاعت الصوره، لا حاجه مختلفه تماما جدا. يعني ما اعرفش، حاسه ان الفيلم ده هيبقى لينا احنا كلنا كممثلين، كل واحد فينا هيبقى نقله عند الجمهور المصري. انت بتلاقي الادوار ولا الادوار اللي بتلاقيك؟ الادوار اللي بتلاقيني. وبتفرحي ان ما تلاقي مثلا مخرج يفكر فيكي في دور زي ده، والدور يعمل لك جايزه او نقله، او الناس تقول لك الله المشهد ده كنت كويسه فيه، ان ان ان, إن الناس شايفاكي حاجه كويسه. بصي، انا احلى جمله بسمعها دلوقتي، ان اي مخرج بيكلمني في التليفون
يقول لي ان شاء الله ده الفيلم ده اللي هجيب لك بيه الجائزه الثانيه. فيعني اللي هو يعني شفتي الجمله؟ انا عمري حتي ما سمعتها كده بالمنظر ده، ان اي حد بيكلمني دلوقتي يقول لي وان شاء الله الجائزه الجايه انا هجيبها لك بالفيلم ده. يعني حاسين ان انت بقيتي في منطقه يعني بيجي لك فيها ادوار صعبه. اه دي حقيقه.